مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الخبر. نشرة إنذارية، مديرية الأرصاد تتوقع أمطارا وثلوج قوية بهذه المناطق. قبل التعرف على التفاصيل، تفضلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. والآن إليكم التفاصيل. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية محليا رعدية وتساقط ثلوج ورياح قوية ستهم عددا من أقاليم المملكة ابتداء من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن أمطارا قوية ومحلية رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 40 ملم ستهم بعد غد الاثنين ابتداء من الساعة 4 صباحا وإلى غاية الساعة 8 مساء عمالات وأقاليم كل من أكادير إذوتنان، ينزكان أيت منلول، شتوكا أيت باها، وأسفي والحوز والصويرة وأزيلال وابن ملال. وأضافت المديرية أن أمطارا قوية محلية رعدية ستهم بعد غد الاثنين من الساعة 6 صباحا إلى غاية الثلاثاء على الساعة 6 مساء عمالات وأقاليم المضيق الفنيدق فحص أنجرة وتطوان الحسيمة والناظور والدريوش، وستهم تساقطات ثلجية على ارتفاع فوق 1800 متر بعد غد الاثنين وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل عمالات وأقاليم الظلال الحوز شيشاوة ميدلت ورزازات تارودانت. أشارت المديرية إلى أن رياحا قوية ستهم غدا الأحد وبعد غد الاثنين أقاليم الفحص أنجرة، طنجة، أصيلة، تطوان والمضيق الفنيدق. وأضاف ذات المصدر أن رياحا قوية أيضا ستهم بعد غد الاثنين أقاليم فيكيك ورزازات تنغير، راشدية وزاكورة. إلى هنا ينتهي خبرنا. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يمكنكم أيضا تصفح قائمة فيديوهات القناة لاكتشاف المزيد من الأخبار. إلى اللقاء.